واللي هناخد منه ان شاء الله باذن الله، ونروح لمنتخبنا الاول، لان خلاص نقطه ومن اول السطر نبدا بقى ان شاء الله بدايه جديده لمنتخب مصر الاول لكره القدم دور ال 16. واعتقد ان كلنا مسانده، واحنا هنا من اول يوم قلنا ان احنا مساندين لمنتخبنا، واقفين جنب منتخبنا، كلنا ثقه في لعبتنا ان شاء الله باذن الله. عدينا بالصعب، عدينا بظروف صعبه جدا جدا جدا، ولكن اللي جاي ان شاء الله يكون افضل، واللعيبه تكون اتاقلمت، واللعيبه بدات تدخل في اجواء البطوله بشكل كبير جدا ان شاء الله باذن الله. واحنا عندنا ثقه في لعيبتنا ان هم رجاله ويكونوا على قد المسؤوليه. هوجه نصيحه للعيبتنا زي كل حلقه، زي ما احنا كل بنتكلم هنا من واقع خبرات احنا اكتسبناها. اقعدوا مع بعض وفكروا بعضكم بحاجه مهمه، انتم ملوك افريقيا بسبع بطولات، انتوا الاعلى تتويجا بالبطولات، لما تقعدوا انتوا عندكم الهيبه الكبيره لازم تستغلوها جوه الملعب، كل الناس بتخشى منتخب مصر، لازم انتوا كمان يكون عندكم ثقه في نفسكم، ولازم تصدقوا، ولازم تعرفوا ان في 120 مليون كلهم بيدعوا لكم ان كنتوا فعلا ان شاء الله باذن الله تكونوا قد المسؤوليه وتعدوا لقاء الكونغو. لقاء مش صعب لو احنا ما صعبناش على نفسنا، وزي ما بقول لكم افتكروا ان انتوا ملوك افريقيا بسبع نجوم بسبع بطولات، لازم تحطوا الحافز ده امامكم، لازم كلكم تكونوا ايد واحده، هننزل وهنكسب ان شاء الله باذن الله، واحنا على ثقه كبيره بيكم ان شاء الله. هنتكلم على منتخبنا كتير، لان طبعا معانا في الجزء الثاني هيكون نجم نادي الزمالك ونجم منتخب مصر الكابتن محمود فتح الله، وهنستعرض معاه خطط اللعب وطريقه اللعب، وطبعا وهنتكلم على تصريحات اكيد فيتوريا اللي اتكلم اللي فيها جزء شويه ما كانش يجب ان يكون، لان تصريحات ما قبل المباراه مهمه ان هي تكون تحفيزيه. هنتكلم على كل ده، ولكن هيكون كمان معانا ايمن محمد المحلل الرياضي هيكون موجود معانا ان شاء الله باذن الله لشرح فريق الكونغو وطريقه اللعب بتاعته. خليني هاخد معاكم جزء كده بسيط وجزء مهم جدا. يمكن كان عندنا الحلقه في الاسبوع الماضي يوم الاحد، ولما جينا اتكلمنا يوم الاحد طبعا اتكلمنا على مساله رحيل محمد صلاح او بقاء محمد صلاح مع المنتخب للاصابه اللي تعرض ليها. يمكن بعد الحلقه حصل حاله جدليه، وده طبيعي ومنطقي، وانا واحد من الناس شايف ان الاختلاف ده صحي، لان زي دايما ما بنقول ان الاختلاف لا يفسد للود قضيه. ما عنديش اي مشكله ان احنا نختلف، هي وجهات نظر في الاول وفي الاخر، ممكن واحد شايف ان وجهه نظر لا ان صلاح ممكن ما يبقاش موجود ويروح يتعالج، وجهه نظر تانية شايفه ان صلاح لازم يكون موجود مع المنتخب. احنا قلنا وجهه نظرنا بكل ادب وبكل احترام، ما عندناش ادنى مشكله خالص، وان الناس تختلف معانا نفس الشيء برضه ما عندناش اي مشكله خالص، ولكن اللي يزعلك حاجه واحده بس، ان يحصل مزايدات ومزايدات رخيصه. ايوه رخيصه، لما يجي ناس تطلع وتتكلم وتاخد الموضوع لمنطقه تانية، وانت بتتكلم على موقف، ما بتتكلمش على شخص، انت بتتكلم على موقف، وموقف انت عشته، انا شخصيا عشته، متاكد وفاهم ومستوعب ان الناس او بعض الناس وما فيهم كمان اعلاميين او بعض الناس اللي لبسوا شرطات وفانلات مش هيستوعبوا ولا هيتفهموا. انا عايز اقول ايه؟ انا مقدر ده، مقدر ان هم مش هيفهموا انا ايه اللي انا عايز اقول، او مش هيستوعبوا، لان هو معاش الموقف، هو معاش احساس الموقف. فبالتالي حاجه تزعل جدا انك انت تزايد. تزايد بمعنى ايه؟ نفوجئنا لقينا ناس يقول لك اصلي ضحكت، اصلي ده غل، اصلي دي نفسنا. يا عم اهدى انت، هو بس على نفسك شويه، اهدى بس، الموضوع اللي حقد ولا غل ولا نفسنا ولا الكلام الفاضي كله ده. احنا او انا شخصيا بقول له راجل اقعد مع الفريق، كابتن الفريق يبقى موجود. طب النهارده لو انا النهارده نفسنا وغل وحقد والكلام الفاضي اللي انتوا عمالين تقولوه ده، اللي انا مستوعب تاني ان انتوا مش هتفهموا ولا تقدروا يعني ايه مسؤوليه، اسهل حاجه طب خلاص ما يتكل على الله راجل ويروح يتعالج والكلام ده، ما عندهاش اي مشكله خالص. انما بالعكس، انا بتكلم على مسؤوليه. لما الناس تاخد الاتجاه ده، رغم انك انت بتتكلم على موقف، تتكلم على موقف ما تتكلمش على شخص، لان اكيد كلنا بنحب صلاح، كلنا بنكن كل تقدير واحترام لصلاح، قيمه كبيره لا خلاف،
ولكن لما تيجي تتكلم على موقف لازم الناس هنا تفرق ما بين موقف انت بتقوله وبتقول وجهة نظرك فيه باحترام، وما عنديش مشكلة ان الناس تختلف ونختلف بأدب ونختلف باحترام، انما تاخد الموضوع لاتجاهات تانية عيب. انا ما اقبلش حاجة زي كده. طب خلينا نحاول نقرب المشهد لبعض الناس اللي هي بتزايد، وانا قلت ان هي بتزايد وما عندناش مشكلة، لان كده كده في الاول وفي الاخر احنا بنتكلم هنا باللي بيمليه علينا ضمينا، وبنتكلم كلمة الحق والحمد لله. يمكن الناس كلها انا تعرفني، مش فايق لانك انت ممكن تحبني قوي، ولكن مهم انك انت تحترمني، ومهم ان انا احترم المشاهد اللي بيكون قاعد ويكون شايفني. ودايما انا الحمد لله اللي شايفه صح هو اللي انا بقوله بغض النظر، بغض النظر، لان في الاول وفي الاخر واحد الحمد لله بيتكلم اللي شايفه صح. خلينا طيب تعالى شوف كده مع مصطفى، هجيب بس لقطه يمكن كانت نزلت يعني الايام اللي فاتت دي، ولقيت ناس كتير عماله تبعتها لي وكده، ودي حاجات من الحاجات الانجازات والنجاحات اللي احنا كنا حققناها مع المنتخب. هشوفها وانا بشوفها معاكم كده نتكلم عليها. يمكن في 2006 انا عشان اتكلم هنا على مساله المسؤوليه، في 2006 لو كلنا نفتكر كان في المباراه النهائيه امام كوت ديفوار، دي كانت ضربه الجزاء اللي هي اللي انا كنت ضيعتها في الاكسترا تايم في مباراه كوت ديفوار. دي الضربه اللي هي الاولانيه، دي كانت كفيله ان هي تكسب المنتخب وخلاص ما نوصلش لضربات الجزاء، ولكن ضاعت خلاص يعني. وهنا طبعا احساس بالمسؤوليه واحساس انك انت النهارده في مشاكل وممكن يحصل، وان لا قدر الله ممكن ما نكسبش البطوله وكده، خلاص خلاص يعني. خلينا بقى نجيب اللقطه الثانيه والاهم اللي هي في ركلات الجزاء، وتحملت مسؤوليه ان انا ادخل اشوط اول واحد مش عشان حاجه، عشان حمايه للعيبه. انت بتحمي اللعيبه لان بدا يحصل نوع من انواع القلق، فانت بتحمي. دي المسؤوليه اللي انا بتكلم عليها هنا. مش مهم ان انا ضربه الجزاء جت او غيره، مش دي القصه بالنسبه لي. القصه بالنسبه لي هنا بقى، تعالى عايز ايوه هنا، اقف بقى هنا، اقف هنا مصطفى، اقف هنا. هل ده شكل واحد فرحان ان جاب ضربه الجزاء؟ انا شايف ان لو احنا حطينا الصوره دي وحطينا تحتيها نسال الناس هنا انت ممكن تقول ايه، هيقول لك ده واحد حزين ان ضيع ضربه الجزاء او ضيع فرصه. ليه هنا انا عملت كده وما فرحتش بعد ضربه الجزاء؟ لاني عندي حاسس بالمسؤوليه تجاه 100,000 موجودين في الاستاد هيمشوا في حاله حزن، 90 مليون في وقتها كان 2006 او 100 مليون هيناموا الليله دي كلها في حاله حزن شديد جدا جدا. فبالتالي ده رد الفعل كان بتاع ان لو حصلت اي مشكله هننايم الناس دي كلها زعلانه. دي المسؤوليه اللي انا بتكلم عليها، دي مسؤوليه القائد، مسؤوليه الكابتن الفرق اللي انا بتكلم عليها بالاحساس اللي انا عشته، مش بالمزايدات. انا ما بضربش مثل بنفسي، لان في كمان الكابتن حسام حسن هتكلم عليه من 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 من, من الناس الكباتن اللي احنا اتعلمنا منهم يعني ايه قياده فرقه ويعني ايه مسؤوليه. فانا هنا رجع لي بقى مصطفى، لان الكلام اللي انا عايز اقوله كلام مهم جدا. انا هنا جبت لقطه بس يمكن الناس تفهم يعني ايه مسؤوليه، لان زي ما قلت المزايدات دي مش مقبوله ومش مطلوبه، لان في وقت من الاوقات احنا من اول يوم هنا بندعم منتخبنا، من اول يوم هنا احنا بندعم صلاح. يمكن انا ما بقولش الكلام ده علشان ان انا مثلا بتنصل من اللي انا قلته والكلام ده وكده، كل كلمه انا قلتها مسؤول عنها، وكل كلمه انا قلتها انا مقتنع بيها تماما تماما تماما. طيب من ضمن الحاجات لما دايما بتيجي ناس تتسال في بعض البرامج او الكلام ده او كده، ففي مثلا سؤال للكابتن حسام حسن والكابتن حسن شحاته. الكابتن حسام حسن يمكن راجل اتكلم برضه، لان زي ما قلت اني من الكباتن المهمين جدا 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 ومن اهم كباتن جم في تاريخ مصر، فقال وجهه نظره. برضه نفس الحكايه، الناس اتكلمت عليه وقال لك ده نفس وده حاقد وده غلل وده مساله مزايدات 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 ملهاش اي 30 اي لازمه، لان الناس دي نجوم كبار. الاغرب من كده ان الكابتن حسن شحاته الراجل اللي لا يختلف عليه اي شخص في مصر كلها
لا يختلف عليه اهلاوي ولا زملكاوي ولا اسماعيلاوي ولا بورسعيد ولا اتحاداوي ولا اي حد، كل الناس بتحبه حتى الوطن العربي كله بالكامل. لما راجل قال وجهه نظره برضه في نفس الحكايه وقال ان كابتن الفريق يستمر مع الفريق مفيش اي مشكله فيها خالص، وان لازم يكون مساند، لان دور الكابتن في وقت من الاوقات بيبقى بره الملعب اكتر من جوه الملعب، نفس الحكايه. الراجل برضه تم اتهامه ان انتوا كلكم منافسين وكلكم عايزين تفشلوا وكلكم عايزين. بالعكس، انا في وقت من الاوقات لما باجي اضرب مثل بابني في الوقت الحالي بضرب له مثل بمحمد صلاح، لان زي ما قلنا فرق بين ان احنا بنتكلم على شخص وبنتكلم على موقف. محمد صلاح قيمه كبيره، محمد صلاح النجم الاسطوري واللي صعب يتكرر زيه تاني، لا خلاف على هذا الكلام. انما تدخلونا في مساله ان الناس تبدا تزايد مزايدات ملهاش اي 30 لازمه، وللاسف فيهم ناس زي ما قلت ان هم لعبوا كوره، وبقول للاسف لان الناس العاديه ما لهمش عليهم، لما الناس اللي لعبوا كوره، وانا قلت متفهم ان هم مش هيوصل لهم الاحساس اللي انا عايز اقوله. بس عايز اخر حاجه اقفل بيها الموضوع ده، لان خلاص الموضوع ده مش هنتكلم فيه تاني، ده كان بس للتوضيح فقط لا غير. احب اقول للناس اللي هي بتحاول تزايد علينا، الحمد لله الحمد لله احنا عملنا انجازات وتاريخ، وانا بقول احنا عملنا مش انا، لان انا ما بلعبش لوحدي، انا كنت بلعب مع اجيال مختلفه، حققنا انجازات وحققنا تاريخ الحمد لله الحمد لله. اعتقد ان الاجيال واجيال واجيال قادمه ويورث لاحفادنا واحفاد احفاد احفادنا. انا بس عشان اقفل الموضوع ده وعلشان الناس اللي بتزايد بقول لهم اهدوا بس كده، اهدوا على نفسكم شويه. انا متفهم وضعكم ومتفهم موقفكم، لان انتم ما عندكوش غير كده تتكلموا بس فقط لا غير. خلينا بس نشوف يوم السبت قبل حلقه الحد انا كنت بقول ايه، ولما حصل الموقف ده انا كنت بقول ايه. وفي حاجه، لما تيجي الناس تدينا معلومات غلط طبيعي ان احنا هنتكلم بالشكل اللي احنا كنا اتكلمنا فيه. خلينا نشوف وبعد كده نطلع نشوف اخبارنا، ونشوف النهارده عندنا ايه من الاخبار، اللي عندنا اخبار كتير عن الاهلي وعن الزمالك، واكيد طبعا الاهم هو منتخبنا اللي ان شاء الله باذن الله يسعد كل الملايين المصريه. خلينا نشوف ونرجع نكمل معاكم. واحنا بننتقد يجب ان يكون انتقاد بناء شويه. نزعل من الناس، نلوم على الناس، نزعل من اللعيبه، نلوم على اللعيبه، ولكن انتقادنا لازم يكون فيه جزء بناء شويه، لان احنا محتاجين، او هم في الوقت الحالي هم محتاجين للدعم ده. اكيد محمد صلاح نجم كبير، واكيد كلنا بنفتخر بيه، واكيد مش فوق النقد، ولكن اتمنى ان انت وانت بتنقده لا تشكك في وطنيته، لا تشكك في نيته، لاني انا شايف ان ده تجاوز غير مقبول. وما ينفعش اجي النهارده، لاني انا دايما بشوف ان كل اناء ينضح بما فيه، لاني انت حتى وانت بتنتقد يا اخي انت ما دخلتش جوه قلبه، يا اخي انت ما دخلتش جوه نيته. يعني راجل اكيد اللي الناس بتقول مثلا اصل محمد صلاح خلع، اصل محمد صلاح هرب، يعني بكل اللي عمله وبكل تاريخه ده، وانا على فكره في وقت من الوقت ممكن انتقد محمد صلاح لان هو دون المستوى، انما هنتقده على ادائه الفني، ولكن ما اقدرش ان انا ادخل جواه ولا ادخل جوه نيته ولا ادخل جوه قلبه. ضربه الجزاء اللي هي وصلتنا لكاس العالم، مين يتحمل مسؤوليه في الوقت ده الا لو واحد هو بيقدر يتحمل المسؤوليه؟ مش يعني ليه 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 مثلا يخلع هو من لقاء زي لقاء غانا والمنتخب متعادل ومفيش اي ازمه ومفيش اي مشكله خالص؟ من الاساس لو هو مش عايز يبقى موجود، ايه اللي خلاه يجي من الاساس؟ فاتمنى ان الناس يبقى عندها احترام في الانتقاد، انتقد فني زي ما انت عايز. دون المستوى صلاح، دون المستوى صلاح، دون المستوى. اوعى تخون حد، اوعى تدخل جوانيه حد، لاني انا عايز اقول ان في ناس كتير حتى قعدت تقول هو فين، هو مش موجود على الدكه، هو مش عارف ايه، دي ردود افعال لصلاح وهو موجود، يمكن الكاميرا ما جابتوش، انما في الاول وفي الاخر انا هنا لا بدافع عن صلاح، ولكن انا بتكلم على قيمه كبيره، ان اي حد من اللي بينتقدوا دول في وقت من الاوقات لو شافوا هيقف يتصور جنبه. انا بقول لكم كده، ومن خلال يعني معرفتي بصلاح، انا اشتغلت، هو كان وقتها كنت انا مدير المنتخب وهو كان لسه في بدايه حياته، لا لعيب عنده وطنيه، لعيب بيحب المنتخب جدا جدا جدا، لعيب طول الوقت يحاول ان هو يبذل مجهود مع المنتخب، واعتقد ان ارقام صلاح
يعني تتحدث عنه.